أظن أن هناك أيضا إعلام أجنبي متواجد معنا اليوم على اهتمامهم بهذا اللقاء اللي هو حقيقة تاريخي وجاء تحت عنوان إعلان العيون من أجل التذكير بتشبث جميع عناصر ومكونات المجتمع المغربي سواء هيئة سياسية أو مجتمع مدني أو غيرهم للتعبير عن تشبثهم بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبجديتهم في التعامل مع هذا الموضوع حيث تبقى القضية الوطنية هي الأولويات في المغرب ولا يمكن أن نتسامح مع هذا الأمر. بطبيعة الحال هناك استفزازات كبيرة اليوم مع الأسف، هناك تصعيد كل يوم أكثر، نرى توتر هذا التصعيد يزيد يتقوى أكثر، وهدفه الأول والأخير هو نرى أن مع الأسف جبهة البوليساريو تبحث عن شرعية، نوع من الشرعية، تبحث عن تغيير حقائق على أرض الواقع، تبحث عن أسباب من أجل الرفع من التوتر مع المغرب في منطقة لا نريد فيها توترا، في منطقة نريد فيها الأمن والاستقرار، في منطقة أيضا يعرف بها المغرب كدولة نموذجية التي الحمد لله تعاملت مع جميع الأزمات الأخيرة بكل حكمة. سيدة الوزيرة، عفوا المقاطعة، خبرتم الدبلوماسية بصفتكم وزيرة منتدبة سابقا في الخارجية، اليوم هنا في العيون هل ننتظر أن هناك يكون رد ساخن أو ربما يكون هناك حرب رد على استفزاز البوليساريو؟ بطبيعة الحال الحرب لا يتمناها أحد، ولكن لابد من الرد كيفما كان الحال كذا للرد أولا سياسي على هذه الاستفزازات، وهو ما يقوم به المغرب وهو ما نقوم به كفعاليات سياسية اليوم من أجل التندير أو الإنذار.